مجددا على عرض جديد، واحد من يعني همزه ديال بصح جبناها لكم، عرض ممتاز بالنسبه للناس اللي بغوا يديروا الزيتون، يديروا الخروب، يديروا تربية الماشيه، فعرض ممتاز جدا. عرض كفارات ونص بواحد الثمن يعني ثمن جد مناسب كما كتشاهدوا يعني. يعني هذه وصلها حتى الفوق هنا في الجبل، هنا فوق هنا هي هذه، هي هذه الارض فيها واحد الكوري، الكوري هذا هو الكوري اللي فيها الارض، هي هذه شدنا على الزيتون، الزيتون داخل فيها 4.5 كفارات ونص بواحد الثمن جد مشجع يا متابعينا الكرام. ما شاء الله واحد يعني، ومنطقه مائيه، كاين الماء، كاين الماء، كاين الضوء. هاد التفنه ديالها، هاد التفنه هي اللي قسمها كما كتشاهدوا، كما يعني صراحه موقع ممتاز جدا يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا، كما كتشاهدوا متابعينا الكرام هي هذه 4 كفارات ونص. كاين هذا جزء منها، وكاين واحد الجهه اخرى قسمها التفنه، هذه التفنه طريق عموميه دايزه هنا. الضو كاين كما كتشاهدوا، الضو كاين، هاد الضو كاين، صالحه لتربيه الماشيه، الزيتون، الخروب، اللوز، فصراحه ممتازه جدا، والثمن ديالها جد مناسب يا متابعينا الكرام. فمرحبا بكم متابعينا الكرام كما كتشاهدوا هذه التفنه ديالها. الجهه الاخرى الجزء الثاني اللي فيها جوج ديال لي بارسيل، الجزء الثاني هو هذا، هو هذا، هذا هو الجزء الثاني، يعني هو هذا 4.5 كفارات ونص، الثمن ديال 86 مليون كامله. فصراحه وفيها البير، فيها الضوء، الماء، التفنه ديالها كاينه، يعني صراحه فرصه عقاريه لا تعوض يا متابعي الوكاله العقاريه تسير. 4.5 كفارات ونص في اقليم الحاجب، فاللي بغى يزورها يتواصل معنا، والف مرحبا به. همزه ديال بصح يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا، 4.5 كفارات ونص فيها الكوري والبير والضوء، والطريق تقريبا الكودرون تقريبا بواحد 400 متر، فهذه فرصه لا تعوض يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا. كتشاهدوا اياه يعني صالحه تربيه الماشيه، اللوز، اللي كان للمشاريع الفلاحيه. فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، ودائما العروض متواصله، والهموز دائما على قناتكم التيسير، القناه المتخصصه في التسويق العقاري، وكذلك في اقتراح عروض عقاريه لكم يا متابعينا الكرام. كنشكركم على التتبع ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. واحد الطبيعه هنا ما شاء الله رائعه جدا كما كتشاهدوا، منطقه رائعه، اقليم الحاجب، اقليم الحاجب ضواحي مكناس. ف 4.5 كفارات ونص بثمن يعني ب 86 مليون، فيها الكوري، فيها البير، فيها الضو، كاين طريق تقريبا الكودرون تقريبا بواحد 300 متر ولا قل كاع. فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، وهذا هذا الجزء الاول، هذه فيها مقسوم على جوج، فيها هذه الجهه، هذه الجهه، وكاين هاد التفنه، وكاين القسم، كاين الجزء الثاني. فالف مرحبا بكم، اللي بغى يزور، اللي بغى الوكاله العقاريه يتواصل معها 0676 98 48 84. الف مرحبا بكم متابعينا الكرام، متابع قناة تيسير. هذا هو الكوري اللي في هذه الارض، في هذه الهمزه، كوري ما شاء الله كبير، دير فيه الغنم، دير فيه البقر، دير فيه اللي بغيتي. فما شاء الله يعني في همزه جبنا لكم همزه يا متابعي قناة تيسير. فالهموز دائما كوري ما شاء الله كبير، والضو كاين، الضو كاين هنا، شفت الضو، يعني كوري كبير ما شاء الله، الباب ديالو كما كتشاهدوا، ها الكونتور ديال الضو، كل شيء كاين. فهمزه، همزه ديال بصح يا متابعينا الكرام. فصراحه فرصه عقاريه، ها الضو، ها المكانه ديال الضو، ها الكوري، ها الارض، 4.5 كفارات ونص في هذه الجهه، وفي هذه لابارتي كذلك، هذه لابارتي هنا، فبثمن ديال 86 مليون. فهذه الهمزه يا متابعينا الكرام، فالف مرحبا. ها الكوتاكوت ديال الكوتاكوت كيبان لكم هنا، ديال الكوتاكوت كيبان، شفتوه ها هو كيبان هنا، ديال الكوتاكوت. فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، واللي بغى يتواصل معنا الف مرحبا بكم. العروض دائما على قناتكم التيسير، دائما كيجيبوا لكم العروض في يعني العروض متميزه كما كتشاهدوا، التوربه ممتازه جدا يا متابعينا الكرام كما كتشاهدوا. فالف مرحبا بكم، اذا اللي بغى هذا العرض العقاري يتواصل معنا، والف بكم، فالف مرحبا بكم متابعينا الكرام، دائما عروض متواصله. اذا الى عرض عقاري جديد بحول الله وقوته، نتمنى لكم كل الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.